عندنا في المخ في مجموعة من النيوكلياي اسمهم بيزل جانجليا. النيوكلياي دي بتتحكم في الحركة، يعني المخ دلوقتي عايز يعمل الحركة الفلانية، عايز يحرك ايدي كده، فهيبعت رسالة للبيزل جانجليا يقول لها انا عايز اعمل الحركة دي. فالبيزل جانجليا اما توافق على الحركة لو كانت حركة مرغوب فيها، يا اما لو حركة مثلا زي كده اللي يحصل ايرور لا بتعمل لها انهبيشن. بس اهم واحده فيهم هي السبستنشيا نيجرا. السبستنشيا نيجرا دي بتطلع دوبامين. الدوبامين ده تاثيره على الكورتكس، على الموتور كورتكس اللي هو اللي بينفذ الحركات، اكسايتاتوري، بيكسايت الموتور كورتكس. فلو واحد عنده ديجنراتيف ديزيز يخلي السبستنشيا نيجرا يحصل لها مشكله، الدوبامين في مخه هيقل، الدوبامين في مخه هيقل، يبقى هيبقى الموتور كورتكس في انهيبيشن، يبقى الحركة هتبقى سريعة ولا بطيئة؟ الحركة هتبقى بطيئة. وهو ده مرض الباركنسونيزم. مرض الباركنسونيزم بيبقى عنده حاجة اسمها برادي كاينيزيا، حركته بطيئة. ليه؟ عشان مخه في حالة انهيبيشن، عشان مخه ما فيهوش دوبامين كفاية، وبيبدأ ان هو يحصل له حركات لا إرادية، عشان البيزل جانجلي المفروض وظيفتها ان هي تنهبت الحركات الغير مرغوب فيها زي التريمورز. هيبقى عنده ريستينج تريمورز وهو مرتاح، ايديه عمالة بتعمل كده، ريستينج تريمورز. وعنده مش هو المفروض ان الموتور الكورتكس يعني بينهبت الماسل تون، بينهبت الماسل تون. فلما الكورتكس ما بيبقاش شغال كويس هيحصل ايه في الماسل تون؟ ها الله يستركم. الكورتكس المفروض بينهبت الماسل تون، فلما الكورتكس ما بيبقاش شغال عشان ما فيش دوبامين كويس هيحصل هايبر تونيا. الهايبر تونيا هتبقى in form of rigidity. rigidity يعني ايه بقى هايبر تونيا؟ يعني انا لو جيت وحركت ايده، يعني انا لو جبت دلوقتي انسان، يعني هو نعتبره انسان، وقلت له ريح ايدك خالص، ريح ايدك وحرك انا ايده، المفروض ان انا احس ان الماسل تون عادي، احس ان الدراع بتتحرك معايا. هايبرتونيا معناها ان انا اجي احرك ايده الاقي فيه مقاومه. المقاومه دي ليها شكلين، او يعني ميدلي، يعني في يبقى مقاومه في الاول بعد كده ايدي تفك، مقاومه في الاول بعد كده ايدي تفك. دي اسمها سباستيسيتي، كلاسب نايف سباستيسيتي، اللي هي بتبقى كانها شبه المطوه، مش المطوه الاول بتفتحها بيبقى في مقاومه بعد كده تفتح. دي بتحصل في الابر موتور نيورون ليجن اللي هنتكلم عنه كمان شويه. انما في البيزل جانجليا بتبقى ريجيديتي على طول الحركه، اللي هو بتبقى ايده كده في مقاومة وانا بحركها، دي اسمها كوج ويل ريجيديتي. يا اما مقاومة طول الحركة، ايده صعب ان انا افكها، ايده صعب ان انا احركها، ده ات ريست. ات ريست احنا بنكزامن الماسل تون، لو في مقاومة هيبقى اسمها هايبر تونيا. هايبر تونيا معناها ان في مشكلة في الكورتكس، ان الكورتكس المفروض بينهبت التون، والمشكلة دي هتبقى upper motor neuron lesion، يا تبقى المرض اللي لسه واخدينه اللي هو مين؟ باركنسونيزم.